بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حاليا في المكتب المركزي الوطني في دولة الكويت. يترأس المكتب المركزي الوطني الكويتي من مديره ويساعده في ذلك مساعد مدير ويعاونه في ذلك مجموعة من رؤساء الأقسام. ويضم المكتب المركزي الوطني الكويتي 6 أقسام، وهي كالتالي: قسم الشرطة الدولية، قسم الشرطة العربية، قسم الشرطة الخليجية، قسم البحث والتحري، بالإضافة إلى قسم الشؤون الإدارية والمتابعة، وقسم الأخير والسادس قسم المعلومات والبحث الآلي. يعمل المكتب المركزي الوطني الكويتي جاهدا على تطبيق العمل من خلال 3 نوبات عمل، بحيث يكون مجهزا بالعاملين على مدار 24 ساعة الذي يمكنهم التعامل مع جميع أنواع القضايا والطلبات من الوارد والصادر، بما يحقق سرعة التعامل وكفاءة الأداء وضبط المتهمين قبل خروجهم من البلاد وأثناء محاولة دخولهم إليها. كما يحاول المكتب المركزي الوطني الكويتي إتمام عملية ربط جميع المنافذ في البلاد والإدارات المختصة بقواعد بيانات الانتربول من أجل تفعيل العمل وزيادة الكفاءة الأداء وضمان الاستفادة الكاملة من جميع قواعد بيانات الانتربول. ويحاول المكتب المركزي الوطني الكويتي تقديم يد العون للأمانة العامة للانتربول والمساعدة في تنظيم عقد المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية. وفي هذا الصدد استطاع المكتب المركزي الوطني الكويتي تنظيم عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الناجحة، على سبيل المثال المؤتمر ضباط الاتصال في سنة 2012، وعقب المؤتمر الإقليمي الأول لجنة إنفاذ القانون المعنية في مكافحة الجرائم الملكية الفكرية والتجارة غير مشروع في إقليم الشرق الأوسط شمال أفريقيا. طبعا ابتدأ المؤتمر 1/6 وانتهى 3/6 سنة 2015، ويعقبها طبعا عملية درع، وهذه عملية ميدانية وداشة فيها أكثر من وزارة واختصاصات بالتعاون مع الأمانة العامة، وتكون الضبطيات يتم توثيقها وإرسالها الأمانة العامة لاستفادة منها من دول الأعضاء في الأمانة العامة الانتربول. وشاكر لكم المقابلة.